طبعا امبارح كان هو شخصيا يعني المحتل الوحيد تقريبا لكل الترندات الموجوده على جوجل، كان ضمن الاكثر بحثا، ناس كتير جدا عايزه تتعرف عليه وعلى تفاصيله، مين هو، خلفيته جت منين، النوع ده من الامور. خلينا نشوف الفيديو جراف ده، معلومات عنه اكثر وعن انجازاته وعن بطولاته. كنا بنقول لحضراتكم يعني خبيب ده من الشخصيات الرياضيه المؤثره ده على مستوى العالم، شخصيه تمتعت كمان بحب جماهير كبير جدا واشادت اشاد رياضيين يعني كبار جدا بيه، خاصه هنا في الفنون القتاليه. خلينا نروح كده مع حضراتكم نشوف صحف العالم قالت ايه عن اعتزاله. خلينا نبدا مثلا من بي بي سي نيوز مع حضراتكم، كانت بتتحدث بس ده بالروسي فانا مش هقول هي بتتحدث عن ايه الصراحه، بس الخبر ده خلاص ممكن تقولي اللي يجي على بالك وعادي جدا وهيصدقونا. لا انا هخلينا في اللغات اللي نعرفها. مثلا من ميل اونلاين العنوان كان بيتكلم ان كريستيانو رونالدو ليد ستارز فروم سبورتنج بورد ان تريبيوت تو خبيب ده افتر يو اف سي ليجندز شوك ريتايرمنت از يوفنتوس فورورد تيلز ايموشنال راشن هيز ليت فادر وود بي براود، يعني بما معناه كريستيانو بيقود نجوما من عالم الرياضه تكريما لتقاعد الاسطوره المفاجئ، بينما بيخبر كمان المهاجم يوفنتوس ان والده والد خبيب يعني هيكون يعني would be proud ان هو كان هيكون فخور بيه، وده اكيد ده شيء اكيد طبعا. من سي ان ان برضو العنوان بيتكلم tributes pour in for greatest champion in UFC history خبيب after shock of his retirement، طبعا تحية لأعظم بطل في تاريخ UFC بعد صدمة اعتزاله. في طبعا دي برضو جريدة بس أسبانية، فبرضو يمكن كريم بقى ثقافته أسبانية. لا أنا سايب لك أنت دعاية اللغات، اللهم صل على النبي. المذيعة عالمية يا حضرات، يا صناعة أجنبية، يا ولد الخالج، يا يشرفونا في كل المحافل الدولية، اللهم صل على كامل. احنا عايزين نقوله طبعا يعني خبر اعتزام نجم عالمي بهذا الشكل أكيد كانت لازم الصحف العالمية تتناول بشكل حزين، يعني لأن زي ما كنت أنا وكريم حتى بنتفرج على الفيديو جراف بنتكلم إن هو مواليد 88 ولسه صغير وقدامه مستقبل كبير، ولكن ربما زي ما كريستيانو وصفه هو الروسي العاطفي، هو يمكن تأثير وفاة والده تحديدا هي اللي أثرت في مسيرته الرياضية ويمكن كمان في حياته، لأن هو قرر الاعتزال تحديدا كمان بعد وفاة والده زي ما كنا بنقرأ في كلمته، فدي أعتقد يعني حاجة محزنة لينا جميعا. ما أظنش أنه عنده أي سبب تاني على فكرة غير لا ما عندوش يعني صح، هو في يعني في مقتبل العمر بطل بالمعنى الحرفي، عامل يعني مسيرة أقل وصف ليها أن هي يعني مسيرة أسطورية، مفيش ولا هزيمة، 29 انتصار متتالي، نتكلم على حد العالم كله يعني حتى بما فيهم الناس اللي مش ما كانتش عارفة أن في حاجة اسمها UFC أصلا ولا فنون قتالية مختلطة ولا النوع ده من الأمور، عرف يجذب انتباه وأنظار العالم كله، وخصوصا كمان بأخلاقه، وخصوصا كمان صح. لما كان في وقعة قبل كده أحد خصومه كان ابتدى يقول كلام مش لطيف عن الإسلام، وطبعا شفنا هو عمل معاه ايه بعد كده في حلبة المصارعة. فالحقيقة احنا بنتكلم على شخصية قلما يجود الزمان بمثلها، ما بنشوف لهاش يعني بدايل غير كل فترة والتانية فترات طويلة.